مع النائب مصطفى سالم وكيل لجنة خطة الموازنة وممثل حزب مستقبل الوطن النهاردة في لجنة العجز الميزاني. بنرحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. يمكن حضرتك كنت حاضر النهاردة أفكار برضو وطروحات خاصة بالموازنة العامة للدولة وإزاي شمولية الموازنة مهمة بالنسبة للناس، إيه الأرقام فوق تحت، إيه اللي مفروض تحتوي الموازنة العامة للدولة، وحركة ليه كلمة هامة جدا وفيها اقتراحات خاصة بهذا القطاع، اشرح لنا التفاصيل. يعني الجلسة كانت خاصة بالشمول المالي، بعجز الموازنة، بزيادة الإيرادات. في جلسة تانية هتكون مخصصة للدين العام نظرا لأهميته، هيفرد لها جلسة لوحده للدين العام. احنا كحزب مستقبل الوطن تقدمنا يعني برؤية او ورقة عمل فيها اكتر من 20 توصية، تحدثنا عن المشاكل والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية والحكومة المصرية نتيجة الظروف العالمية التي يمر بها العالم كله، عدة ازمات متلاحقة، عدة تداعيات، ازمة فيروس كورونا، ثم الحرب الروسية الاوكرانية، موجة تضخم عالمية، كل ده ترتب عليه زيادة طبعا في اسعار المواد الغذائية، في اسعار الطاقة، في سلاسل الشحن، في النقل، في أسعار الفايدة، وده أثر بشكل مباشر وشكل كبير على الدين العام. الموازنة القادمة يعني هناك حوالي 824 عجز مليار عجز في الموازنة. درسنا المشكلة وأوصينا بعدة توصيات وصلت لأكثر من 20 توصية تتعلق بكافة المجالات لزيادة الإيرادات. طرحنا ضرورة الاستفادة من العنصر البشري المصري من خلال دراسة الأسواق المحيطة، الأسواق الخليجية خاصة نظرا لزياده الايرادات، ويعني ضروره تدريب العناصر البشريه المصريه وتصدير الخدمات للخارج، اعاده الاستفاده من المبادرات الرئاسيه الاقتصاديه والاجتماعيه من خلال تحويل المبادرات الاجتماعيه زي مبادره حياه كريمه الى مبادره تنميه تحقق تنميه مستدامه وتخلق يعني مجمعات صناعيه في القطاعات المختلفه وفي المراكز المختلفه. لازم ندرس خصائص كل مركز وكل اقليم ونستفيد من البنيه التحتيه الضخمه التي انفقت عليه. قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الحكومة التي وصلت لأكثر من 500 مليار لدى الغيرة. التوسع في المجتمع الضريبي ليس من خلال فرض ضرائب جديدة ورفع أسعار، ولكن من خلال ضم الاقتصاد الغير الرسمي، من خلال تدريب وزيادة كفاءة العاملين على تحصيل الضريبة، التوسع في الميكنة الضريبية. لابد من يعني تفعيل وزيادة وإزالة كافة العقبات أمام قطاع السياحة لأنه قطاع مهم جدا لجلب العملات، والإسراع بفتح المتحف الكبير، يعني فتح الفرصة أمام شركات الطيران للمنافسة، ويعني لأنها من أكبر العوامل اللي بتجلب العملة المصرية. كثير من التوصيات خاصة فيما يتعلق بالإصلاح الإداري، يعني لابد من إعادة الرؤية مرة أخرى في عدد من الوزارات ذات الرؤية المتكاملة والهدف المتكامل والعمل المتكامل، زي التنمية المحلية والبيئة، زي التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، زي التعاون الدولي والتخطيط، زي القوى العاملة والهجرة. كل ده يغير بشكل كبير عجز الموازنة، يحوله بالضبط. كل ده يعني هيحد من أو هيخفض عجز الموازنة، وهيخفض طبعا بالتأكيد من الاقتراض ومن الدين العام، ويعني يخفض نسب الاقتراض. شكرا جدا معلم. شكرا.